بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوال 981 في الإثنان. صراحة أريد أن أتطرق إلى أمرين مهمين للغاية، يعني في هاتفك الأندرويد والذي يجب عليك تطبيقهما. يعني الأمر الأول خاص بحفظ يعني المحادثات، ويعني مثلا المستوى الذي وصلت إليه في الألعاب إلى غير ذلك، على مثلا ذاكرة خارجية، وعندما مثلا تريد الانتقال من هاتف إلى هاتف آخر، أو يعني تريد فرمتة هاتفك وتخاف بعد فرمتة الهاتف مثلا أن تفقد يعني جميع مثلا محادثاتك على الواتساب أو الفايبر، أو يعني حتى مستوى بعض الألعاب الذي وصلت إليه، فهناك سر سوف نتطرق إليه في هذا الدرس سوف يفيدك كثيرا. الأمر الثاني الذي سوف أتطرق إليه هو كيف تعمل يعني نسخة احتياطية للروم بشكل كامل الخاص بهاتفك، تفاديا لبعض المشاكل التي قد تقع يعني في الهاتف مثلا عندما تقوم بتثبيت بعض التطبيقات. هناك بعض المشاكل من بعض الإخوة عندما مثلا يريد الدخول إلى الهاتف، يعني يبقى فقط يعني عندما يقوم بتشغيله يبقى فقط يعني في اللوجو الخاص بالشركة ولا يستطيع الدخول بعد ذلك. فهذه المشاكل يمكن تفاديها في هذا الدرس أحبابي في الله الذي أرى أنه مهم للغاية. فأول هذه الأشياء كما ذكرت هو حفظ يعني محادثاتك ويعني أشيائك الخاصة والرجوع إليها بعد فرمتة الهاتف، أو حتى يعني بعد الانتقال من هاتف إلى هاتف آخر. كيف ذلك؟ فقط سوف تقوم بالضغط على My Files، يعني الدخول إلى My Files، ثم تضغط على الذاكرة الخاصة بالهاتف، نقوم بالدخول إليها. ولاحظ معي هنا سوف تجد الملفات الخاصة بالألعاب وأيضا التطبيقات إلى غير ذلك، فكل ما عليك فعله، مثلا أنا شخصيا أريد أن أفرمت هاتفي أو أريد الانتقال إلى هاتف آخر، وأريد يعني أن أحفظ جميع المحادثات الخاصة مثلا على سبيل المثال الخاصة بالواتساب، فسوف تجد ملف الواتساب وملف الفايبر إلى غير ذلك والتطبيقات الأخرى، فقط تقوم بحفظه يعني باختياره، ثم تقوم بالضغط هنا وتقوم بعمل كوبي يعني نسخه، ثم سوف تذهب إلى سي دي كارد يعني الذاكرة الخارجية التي قمت بإدخالها يعني في هاتفك، وهنا سوف تقوم بحفظ يعني هذا الملف أو هذا المجلد أحبابي في الله، فسوف أضع يعني نسخه. طيب الحين تمت نسخ يعني مجلد واتساب إلى سي دي كارد كما سوف تشاهدون، فقط الحين أستطيع إزالة في النموذج يعني إزالة الواتساب على هاتفي، ثم بعد إزالته أو حتى قم بفرمتة يعني إزالة الواتساب وثم فرمتة هاتفي ثم يعني أو الانتقال إلى هاتف آخر، وعندما فقط تنتقل إلى هاتف آخر وتريد استرجاع، عندما تقوم بفرمتة هاتفك وتريد استرجاع الواتساب على ما هو عليه جميع المحادثات أحباب في الله، فقط تقوم بالدخول مرة أخرى إلى الحين سي دي كارد طبعا الذي قمنا بحفظ يعني فيه المجلد الخاص بالواتساب، نقوم بنسخ المجلد نضع كوبي، ثم الحين نقوم بالدخول إلى الذاكرة الخاصة بالهاتف ونقوم بعمل يعني لصق هنا أحبابي في الله، وعندما سوف نقوم بلصق للمجلد الخاص بالواتساب من جديد على سي دي كارد أو ليس سي دي كارد يعني على الذاكرة الخاصة بالهاتف كما سوف تشاهدون، الحين تذهب إلى بلاي ستور وتقوم بتثبيت الواتساب، وعندما تقوم بفتحه سوف تجد جميع المحادثات الخاصة بك وكأنك لم تقم بالانتقال إلى هاتف آخر وكأنك أيضا لم تقم بفرمتة هاتفك أحباب في الله. فهذه نقطة مهمة جدا يمكن عملها مع تطبيقات أخرى وأيضا بعض الألعاب وأحباب في الله، إذا كنت لا تريد يعني أن تفقد جميع الأشياء على هاتفك بعد فرمتته أو بعد الانتقال إلى هاتف آخر. الأمر الثاني الذي أريد أن أذكره في هذا الفيديو الذي سوف يكون مهم وهو أخذ نسخة احتياطية لهاتفك واسترجاعها عندما تواجه مشاكل، فأكيد يعني معرضون الهواتف إلى عدة مشاكل في الروم إلى غير ذلك أحبابي في الله، بالتالي سوف تقوم أولا بعمل ريكوفري إذا كنت لم تقم بتثبيت يعني الريكوفري على هاتفك، ويمكن لك عمله عبر هذا التطبيق الروم انستالر فقط بعد فتحه ثم سحب يعني الشريط بهذا الشكل، تضغط على فلاش الريكوفري وسوف تجد عدة أنواع من الريكوفري، فقط تضغط على واحد منهما
ثم تضغط على يس وتنتظر حتى يتم تثبيت الريكوفري أحبابي. الحين فقط تقوم بإغلاق الهاتف، نقوم بإغلاقه. بعد إغلاق الهاتف كما سوف تشاهدون سوف نقوم بالدخول إلى مود الريكوفري فقط بالضغط على زر رفع الصوت وزر إغلاق الهاتف ثم زر هوم الموجود هنا معا أحبابي في الله بهذا الشكل، ثم ننتظر قليلا حينما سوف تنبثق لك نافذة بهذا الشكل فسوف يتم الدخول إلى الريكوفري كما سوف تشاهدون أحبابي في الله. وهنا يمكن لي أن أقوم بأخذ نسخة يعني لهاتفي، ففقط نقوم فقط بالضغط على باك اب هنا كما سوف تشاهدون وسوف تظهر لك جميع ملفات النظام احباب في الله. طبعا سوف تختار ملف النظام الذي هو مهم الذي عليه التطبيقات والروم الى غير ذلك، ومع مراعاة هنا يعني ان تقوم باختيار سيدي كارت. من الافضل يعني ان تقوم بنسخ او عمل نسخة في السيدي كارت كما سوف تشاهدون، يجب ان تكون مساحتها كبيرة. نقوم بالضغط على اوكي. في حالتي الشخصية الحين بقيت فيها مساحة قليلة، سوف اخذ فقط هذا الملف، لكن يجب عليك الضغط على ملف السيستم الذي هو مهم جدا اذا كنت تريد اخذ نسخة يعني للروم الخاص بهاتفك، ثم تقوم بالضغط هنا وتنتظر حتى يتم عمل اخذ نسخة للروم بشكل كامل. طبعا العملية سوف تطول قليلا، يعني بعد ذلك فقط اضغط على هنا. والحين يعني بعد ان تواجه مشاكل في هاتفك احباب في الله تقوم بالدخول مرة اخرى، يعني لا تستطيع الدخول الى هاتفك تقوم فقط بالضغط يعني على الزر هوم ثم زر يعني رفع الصوت وزر اغلاق الهاتف لحين ما يدخل الى مود ريكوفري مرة اخرى. الحين فقط سوف تقوم بالضغط على ريستور هنا كما سوف تشاهد وسوف تجد النسخة التي قمت باخذها يعني للروم الخاص بهاتفك على السيدي كارت التي قمت بادخالها احبابي في الله. بالتالي سوف تختارها كما سوف تشاهدون حين تم اختيارها، ثم تقوم بالضغط يعني على هنا وتنتظر لحين ما يتم ارجاع هاتفك الى حالته قبل ان تواجه مشاكل الى يعني التاريخ التالي الذي اخذت فيه يعني النسخة الخاصة بالنظام احباب في الله. فاتمنى الدرس قد افادكم، لا اريد ان اطول. تعرفنا على امرين مهمين، يعني اخذ نسخة احتياطي للروم عندما تواجه مشاكل مثلا هاتفك يمكن لك يعني استرجاعه فقط بهذه الطريقة البسيطة، ثم تعرفنا على كيفية اخذ نسخة احتياطية لمحادثاتك على الواتساب الى غير ذلك لكي تسترجعها حتى بعد فرمتة هاتفك او يعني حتى بعد الانتقال الى هاتف اخر. لا تنسوا زيارتنا دائما على موقعنا www.fidelio.com اللي صفحتنا على فيسبوك facebook.com/حافظ 1080 فول. ايضا لا تنسوا الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في امان الله.